اليوم احنا في يعقوب منصور تنعيش حدث جميل جدا اللي تتلحم فيه كل المكونات المجتمع المدني داخل يعقوب منصور وداخل حي اليوسفية، وهذا تأتى إلا بإصرار السلطة المحلية اللي شريك أساسي معنا. ومن هذا المنبر تشكر السيد الوالي جهة الرباط سالة القنيطرة وعلى السيد الباشا وجميع الملحقات الإدارية اللي ساهموا في هذا الحدث اللي صراحة هو حدث ديال السكينة، حيث اليوم بغي نكرسوا الثقافة البيئية، وما لا تتأثر الثقافة البيئية وما تكرساش إلا بانخراط جميع مكونات المجتمع المدني بما فيها السكينة. اليوم هذا الافتتاح اللي تيجي عبارة عن كرنفال في 9 محاور اللي تنبينوا فيها بأنه بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله والحكومة في ترشيد المياه والبيئة، اليوم حنا تناخذوا على عاتقنا هاد العبء وتنقوموا بالتحسيس وبالتوعية وبالاشتغال بما فيه من مجالات عدة، ما يكونوا طبيعيا وما يكونوا ثقافيا ومسرحيا ومسابقات في على مستوى الاحياء، مسابقات على مستوى المؤسسات التعليميه، مسابقات على مستوى الساكنه يعني المجموعه السكنيه، ومسابقات ديال الفن والغناء والمسرح وجميع الثقافه اللي تتعبر عن البيئه والمحافظه على البيئه. كرنفال بيئي تحت شعار من حومتي نبدا، دونك نسقنا حنا الفاعلين الجمعويين مع السلطات المحليه من اجل اعطاء الانطلاقه ديال واحد البرنامج بيئي اللي غتكون المده ديالو تقريبا 5 شهور، غادي يشاركوا فيه المجتمع المدني بتطير من السلطه المحليه. واليوم كما كتلاحظ هذا التجمهر هذا فهو كرنفال، وهذا الكرنفال هذا فهو الاول تقريبا على مستوى مدينه الرباط، ما قلناش على المغرب كله، والحمد لله هذه البادره هذه نحن كلجنه منظمه بغيناها تبقى كعرف، دونك كل سنه ان شاء الله غيتنظم بحال هذا المهرجان هذا، بحال هذا الكرنفال هذا. كما قلت لك المده ديالو هي 5 اشهر، هذه دابا اليوم هذا الكرنفال هذا فما هو الا بدايه، ولذلك كنحثوا حتى الساكنه على انها تدخل معنا في هذا المشروع هذا بيئي، لان البيئه فهي حياتنا والبيئه السليمه فهي تعطينا انسان سليم. اليوم مدينه الرباط تشهد واحد الحله جديده، الاحتفال بالكرنفال البيئي اللي تيقوم بواحد الشكل تشاركي ما بين مقاطعه اليوسفيه ومقاطعه حسان لاعطاء ديناميكيه جديده في العمل التشاركي وتنزيل المضامين الدستوريه خصوصا فيما يخص المساله البيئيه. اولا تنزيل المضامين الكونيه الانسانيه لصاحبه الحقوق الجيل الرابع، وكذلك تنزيل المضامين الدستوريه المتعلقه بالنصوص البيئيه، وتماشيا مع الخطابات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. اليوم احنا تناخذوا هذا التحدي باننا نعطيو الصوره الجميله لمدينه الرباط انطلاقا من شعار نبدا من حومشي، وهذا هو الهدف الجماعي، اننا نعيشوا في واحد البيئه سليمه اللي حق للجميع ولكن في شكل نظيف وسليم. مثلا نموذج الغابه، خدينا الغابات السليمه مشترك انساني كعنوان التيم ديالنا، ونتمنوا النجاح لهذه المسيره الموفقه. اليوم واحد النهار كبير لمدينه الرباط، احنا كنشوفوا في كوب 2022 خطاب صاحب الجلاله محمد نصر الله انه ينص على البيئه، واليوم حاولنا نديروا واحد الكرنفال قافله اللي غتضم 8 محاور، من بين هذه المحاور كان محور الماء، محور الغابه. المهم بغينا نعطيو جماليه على مدينه الرباط بالشراكه ديال مقاطعه يوسفيه ومقاطعه يعقوب منصور، باش نعطيو جماليه وقافله بيئيه 100%. واش بغيت نقول لكم على التظاهر الزوينه ديال بالنسبه للماء نحافظوا عليه وتكون على ود البيئه وداك الشيء. ومهم كنتمنى يكون هاد المسيره تكون زوينه مع الدراري، ويكون ان شاء الله يكون الخير ويكون هادشي زوين، وغنكون ان شاء الله يكون هاد الكرنفال يكون فيه بنادم يتوعى ويكون على التفاعل، ويكون بنادم يكون على